لفت نظري الحقيقه واحنا بنتكلم عن احصائيه وليد ازارو مع النادي الاهلي هذا الموسم، وهي احصائيه جيده جدا، لان انت زي ما انت عارف خلال هذه الفتره اللي احنا فيها الاشاعات كتيره جدا، والضرب في الرباعي الاجنبي تحديدا خلال هذه الايام كبير جدا جدا. الاربع خمس ايام اللي فاتوا ضرب في اصل ده وليد ازارو ما بيعرفش يجيب جون، اصل اجاي مش عارف ماله، اصل علي معلول مش قادر الكلام اللي انت بتسمعه في الثلاث اربع ايام اللي فاتوا. احصائيه الاثنين الاجانب، خد بالك خد بالك بقى، لانه دلوقتي الحقيقه برضو خبر مهم جدا من الجهاز الفني للنادي الاهلي بيتكلموا عن، وانا قلت لحضراتكم الكلام ده امبارح، قلت لكم بدايه من الاسبوع الناس ما استنتش حتى بعد نهايه المباراه، على طول قاموا خابطين في اللعيبه وخابطين في الجهاز الفني. الجهاز الفني للاهلي بينفي رحيل اي لاعب من النادي خلال هذه الفترة أو الفترة الصيفية القادمة. الجهاز الفني بيقول إن هو حتى الآن لم يحدد من هو الراحل ومن هو اللي هيقعد في الدوري أو مع النادي الأهلي خلال الفترة القادمة، ويقول لك إن كل اللي بيحصل ده زي ما أنا قلت لكم امبارح بالظبط يا جماعة، الكلام اللي أنا قلته لحضراتكم امبارح، إن كل الناس خلال هذه الفترة، كل من لا يشجع النادي الأهلي وكل من يريد الضرر للنادي الأهلي بيخبط في النادي الأهلي بكل الطرق بكل الطرق. البدايه اهي زي ما حضراتكم شايفين، انا قلت لكم يمكن بعد المباراه بعد مباراه اليوم الناس هتبتدي تشتغل، لكن لا قبل المباراه كمان قال لك اصل مش عارف مين هيمشي، ووليد ازارو جاي له عرض منين، واحمد فتحي ماله، واصل اجاييه كذا وكذا وكذا وكذا. ولكن الجهاز الفني الحقيقه خرج ورد على كل ما يقال من هذه الاشاعات. زي ما قلت لكم خدوا بالكم الاسبوع اللي جاي بالكامل قبل اي مباراه دايما مهمه، وفي الخمس مباريات القادمه هتلاقوا الكلام ده بيتقال.